وسياسيا، تستعد القاهرة لاستضافة جولة مفاوضات أخرى غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل. وفي السياق ذاته، أوضح المتحدث باسم الخارجية القطرية أن الدوحة تضغط بقوة من أجل الموافقة على الاتفاق الذي تم طرحه في باريس بين حماس وإسرائيل، مضيفا أنه لا يوجد اتفاق بين الجانبين حول أي من القضايا الرئيسية المرتبطة بوقف إطلاق النار في غزة، لكنه أعرب عن تفاؤل بلاده بخصوص محادثات الوساطة.